أصبح المسلمون في منطقة الساحل يواجهون تحديات مزدوجة تتمثل في اختزال الشعوب الإسلامية في أفراد ومجموعات تمارس أعمالا لا علاقة لها بالإسلام. ولا يخفى عليكم أن ظاهرة الغلو والتطرف واستخدام الدين لأغراض سياسية وطائفية ظاهرة دخيلة على منطقة الساحل، دخلت عليها فحولتها من نعيم إلى جحيم، بعد أن كانت منطقة آمنة مطمئنة مستقرة فأفقدتها سلمها الاجتماعي الذي يعتبر القائد الاجتماعي الأساسي لتأمين التعايش الديني والسياسي والاجتماعي والثقافي. ففي ظل هذه التحديات التي تواجه المنطقة، فإنه لا بد للعلماء الربانيين والمفكرين النيرين من القيام بعمل جاد لتأدية دورهم الحقيقي في المجتمع، وذلك من خلال تبني برامج عملية جادة في مواجهة الغلو والتطرف وكل ما يفرق الأمة ويفكك عرى النسيج الاجتماعي ويؤدي بجهود التنمية في المجتمع ويفقده سلمه الاجتماعي والأهلي.